غريبة في حلحول، شارع في ميلان، وقفنا السيارة على النيوترال، نزل منها السائق وبدأت السيارة في الرجوع للخلف، مع أنه الطريق غير مستوية ترجع وبتسارع، طبعا صار السيارة بتزيد، نظرنا للسيارة ترجع وصح انها مشغلة بس على النيوترالي وقفها، برضه هاي بدأت مرة ثانية، سائق سيارة وقفها وبدأت مرة ثانية، أمر غريب احنا ما بنعرف شو، بس هي ظاهرة لاحظناها احنا في حلحول. طبعا جربناها، هي سيارة ثقيلة، طبعا سيارة بيك اب ثقيلة، وجربناها في سيارة خفيفة، يعني نفس النتيجة، السيارة بتوقف تسارعها وبتبدأ ترجع لوحدها. أمر عجيب، مثل ما قلنا أمر عجيب. لازم يطلع بالسيارة يوقفها لأنها أسرع، خلت بالتسارع. الطريق غير مستوي،